التواصل يستمر مشاهدينا متابعينا الكرام والانطلاقات تستمر. تابعنا وياكم اول الاشواط الرئيسيه للصعوب الذي ذهب مع شعار الشاعر ومع صاحب الاسماء الشهيره زهور وبدور علي بن يمعه بن سبته الغنام السويدي بتوقيت زمني مقداره 2:15. تهانينا والناموس لك يا شاعر. هكذا هي انطلاقاتنا، هكذا هي التحديات، هكذا هي الصراعات، هكذا هو حلم الجميع ينتثر في هذه اللحظات مع أول أشواط الجعدان الصعوب. نتمنى التوفيق لكل الأسماء المنطلقة والحاضرة. أتقدم مع المركز الأول شاهين علي بن سعيد بن لومية الاشتبي يتقدم على المركز الأول. المركز الثاني القادم شاهين لعبد الله بن مطر بن رفيع الفلاسي. المركز الثالث وصل في هذه اللحظات أدهم بدر بن ناصر بن سالم بن مردد القادم على المركز الثالث. المركز الرابع في هذه اللحظات يتسلل متعب سلطان بن مبارك بن محمد بن سعيد بن هلي. المركز الخامس هذا اللي وصلنا، هذه اللي تقدم شاهين محمد بن سعيد بن حلوة الاشتبي. هكذا هي النتيجة لهذه الأسماء، لهذه الشعارات القادمة الواصلة مع أول أشواط الصعوب. ولكن عودة مع البداية، عودة مع الصدارة. شاهين شعار باللومية على المركز الأول. المركز الثاني القادم أدهم شعار بن مردد، ولكن بن حلوة القادم في هذه اللحظات. شعار متعبة قادما في هذه اللحظات مع شاهين محمد بن سعيد بن حلوة وشعار باللومية. اللحظات الأخيرة لمن هذا الشوط وشعر بالهلي ولكن شعار بن حلوة أدهم بن مردد باللومية بالهلي. اللحظات الأخيرة، الأمتار الأخيرة. بن حلوة على المركز الأول يقدم شاهين من الجانب الآخر. شعار بدر بن ناصر بن مردد مع أدهم. الأمتار الأخيرة يا بن حلوة تهانينا والناموس إلى أهل الخوان. تهانينا وناموس إلى محمد بن سعيد بن حلوة الاشتبي وأنجال الكرام على فوز شاهين بالمركز الأول. المركز الثاني أدهم لبدر بن ناصر بن مردد. المركز الثالث متعب اللي وصلنا مع شعار سلطان بن مبارك بالهلي. التوقيت الزمني 2:20. هو توقيت شاهين.